بترفض النهارده القوى الاشتراكيه جايه ترفض استمرار سياسه الاقتراض من صندوق النقد الدولي اللي احنا عارفين كويس خالص انها سياسات ضد الفقراء وباستمرار لحاله الخصخصه وتحويل كل الخدمات اللي لازم تقدمها الدوله زي الصحه والتعليم لسلع المواطنين ما بيقدروش يتحملوها، وهي سياسات الخدمات ساعتها بتتقدم للاغنياء القادرين، وده استمرار لنفس سياسه النظام السابق سياسه مبارك. المليار اللي كانت طالبها مصر، فما بالك دلوقتي اننا نزود القروض ل 4.2 مليار؟ يعني احنا عيناهم من الاول الاخوان المسلمين وقفنا عليهم على اساس انهم هم نفسهم ما يسمحوش بالاقتراض، فازاي دلوقتي يزودوا كميه الاقتراض وطالبوا بيها؟ وبعدين مش كده وبس، اذلال لمصر بانهم يتركوا في البنك الدولي يديهم او لا ويقعد بشروطه. احنا مش ناقصين ديون ومش مستعدين نسدد ديون الراسماليه الفاسده اللي موجوده في البلد. فين الثروات المصريه؟ في ايه اللي عمله الاخوان المسلمين لما مسكوا البلد؟ او